السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله البنات أنكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا إن شاء الله عندي اليوم في القناة. فكما كيبان لكم غادي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة إن شاء الله للسيدات اللي عندهم ليطاش في الوجه ديالهم أو الاثار ديال الحبوب. فهاد الوصفه هذه رائعه رائعه. كذلك السيدات اللي عندهم مشكل ان الوجه ديالهم يعني لا تتعرض للاشعه ديال الشمس كيبان يعني كيبان لك الفرق ولا كيتحرق لكم الشمس عفوا كتحرق لكم يعني وجهكم الا خرجتوا وتعرضتوا للاشعه ديال الشمس. فهاد الوصفه الرائعه يعني وصفه طبيعيه والا داومتوا عليها بطبيعه الحال راه غادي تعجبكم. ديروها تقريبا 3 مرات هكا الى مرتين في الاسبوع راه رائعه رائعه البنات يعني بالمواد ديالها طبيعيه. كذلك اللي بغات يعني تبييض الوجه ازاله اي شوائب عندك في الوجه ديالك دوك البقع الداكنه او اي اثار ديال الحبوب راه رائعه رائعه البنات. بالنسبه للمكونات اللي عندي فهنا عندي ياغورت كما كيبان لكم او دانون مسوس فهو رائع لجميع البشرات بطبيعه الحال. هنا عندي الفول طحنته يعني الفول الكارم هانتوما كما كيبان لكم الفول الكارم وطحنته هو هذا. ناخذ معلقه باش يبان لكم شفتوا يعني الفول الكارم كطحنيه رائع ليا البنات الوجه كيصفي الوجه. كذلك هنا عندي مايزينا الا ما كانش عندكم مايزينا كتعوضوه بنيدو. عندكم مايزينا صافي المهم اللي كاين ما كانش مايزينا كنديروا نيدو كاين نيدو صافي المهم واحد فيهم. اول حاجه غادي ناخذ دانون يعني واحد ملعقه ديال ياغورت هو ندير في الاول بعدا النواشف باش حسب معلقه يعني على حسب واش بغيتي هذا الوجه يعني ديري ملعقه تقريبا راه غتكفيك ملعقه ملعقه كذلك ديال النشا. النشا الدور رائعه البنات في التبييض يعني هذا هو الدور ديالها بطبيعه الحال الدور ديال الدور ديال الفول يعني كيحيد لينا كاع دوك البقع او هذوك الشوائب اللي تيكونوا عندنا في البشره ديالنا صافي يعني تقريبا ملعقه ملعقه على حسب يعني الوجه صافي راه ملعقه تقدكم. غادي ناخذ كذلك ملعقه ديال ياغورت ونبقى نخلط ندير ملعقه نخلط الى بان ليا عاقد كنزيد شويه ديال 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 الياغورت ما عاقدش صافي تنكمل. دابا هذا كيبان ليا شويه عاقد غادي نضيف واحد شويه ديال الياغورت غادي نضيف شويه ديال الياغورت ونزيد مازال نخلط صافي ملي كتجمع ليا. المهم الخليط خاصو يكون داير يعني ما خاصوش يكون يجي ثقيل بزاف وفي نفس الوقت ما يجيش جاري بزاف هانتوما يجي بحال داك بحال كريم على هاد الشكل هذا. هو راه كينشف على الوجه حيت المعروف على هذا الفول انه كينشف لينا على الوجه ديالنا صافي. غادي نخلطو مزيان هانتوما كيجي على هاد الشكل هذا يعني بحال كريمه صافي. وكنطبقوه على الوجه ديالنا بطبيعه الحال نطبقوه نديروه تقريبا يبقى واحد 20 دقيقه حتى كينشف حتى كيكرم لينا على الوجه ديالنا ونحاولوا اننا نحيدوه بحركات دائريه غير بشويه صافي ان شاء الله. وتنغسلوا وجهنا يعني الا عندكم الصابون اي صابون كتغسلوا بها وجهكم كتغسلوا وجهكم صافي ان شاء الله. وتبقاو تستعملوه كما قلت لكم يعني 3 ديال المرات ولا 2 ديال المرات في الاسبوع راه رائع رائع البنات غير جربوه. فهذا
الفول راه رائع رائع البنات، فكيتلف ليا مع الحمص، كنبغي نقول الفول بغيت نقول الحمص، الرائع البنات اللي عندها المشكل ديال هذا ديال الاسمرار، او البشره ديالها يعني البشره ديالها ملي كتخرج الشمس ما كتبقاش في اللون ديالها. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه انها يعني تنال الاعجاب ديالكم، فما تنساونيش بلايك الا عجبكم الفيديو، كذلك الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها في القناه توصلكم ها نتوما كما كيبان لكم كيكون على هذا الشكل هذا صافي، وكنطبقوه للوجه ديالنا. هانتوما الشكل ديالو. يلا الى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله او فيديو اخر، في امان الله.